أن تؤمن بالرسل الكرام، ويدخل في الرسل الأنبياء الكرام، فتؤمن بأن الله عز وجل له أنبياء وله رسل، تؤمن إيماناً مجبلاً. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً، وقال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وتؤمن بهم إيماناً إجمالياً، ثم تؤمن إيماناً مفصلاً بمن ذكره الله عز وجل في كتابه، وهم 25 نبيا ذكرهم العلماء بالتفصيل في كتب العقائد الموسعة، وتؤمن بكل من سماه الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، مثل يوشع بن نون عليه السلام، هذا وارد اسمه في السنة. ومن كفر بواحد من الرسل فهو كافر بجميع الرسل.